رمضان كريم. السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. غادي نشوفوا لاعبين المنتخب الجزائري بغداد بونجاح رياض محرز يبعثون برساله للكوتش جمال بن ماضي، وايضا يخصفون صحافه الخرطي، وغادي تشوفوا كيفاش صحافه الخرطي وكامل رحبوا بالمدرب الجديد للمنتخب الجزائري. وغادي تشوفوا باللي الفيلم كان مخدوم من البدايه، يعني كان قصدهم باش يطردوا جمال بن ماضي. المهم في هذا الفيديو غادي تشوفوا كل شيء خاوتنا، تبعوا معنا حتى النهايه، ما تنساوش غير لايك البارطاج، اللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. المهم خاوتي، قبل ما نبداو في الفيديو نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس ولي لايك مع البداية تاع الفيديو، طلعوا لنا الفيديو بارطاجوا في كامل المواقع. نبداو بسم الله. المهم كيما راكم تشوفوا هنا الحساب الرسمي تاع رياض محرز على الانستغرام، راه نشر فيه الصوره تاعه مع كوتش جمال بن ماضي. هذه الصوره في كاس افريقيا 2019 خوتي، وكيما راكم تشوفوا هنا راه داير درابو تاع الجيري خوتي، وراه داير قلب باللون الاخضر. المهم زيدوا تبعوا. وهذه الصوره ايضا الثانيه اللي نشرها رياض محرز، هذا فيديو ماشي صوره خوتي، دوك نوريكم الفيديو اللي نشرها رياض محرز على حسابه على الانستغرام. المهم عاود نشر بعد الفيديو، نشر هذه الصوره في الانستغرام، في ستوري الانستغرام خوتي. وكما راكم تشوفوا هذه الصوره تاع كوتش جمال بن ماضي من فوزنا بالنهائي امام السنغال في كاس افريقيا 2019، وهنا كما راكم تشوفوا راه كاتب شكرا جمال بن ماضي. زيدوا تبعوا خوتنا. هنا الحساب الرسمي تاع بغداد بونجاح اللاعب تاع المنتخب الجزائري على الانستغرام خوتي، راه نشر ايضا نفس الصوره اللي نشرها رياض محرز على حسابه على الانستغرام. بغداد بونجاح ايضا نشر هذه الصوره في ستوري على الانستغرام خوتي، يعني بهذه الطريقه راهم يوصلوا ميساج لهذوك الناس باللي احنا رانا مع جمال بن ماضي، وراهم ايضا يشكروا في جمال بن ماضي على كامل ما قدمه لهم وللمنتخب الجزائري. المهم زيدوا تبعوا، غادي نشوفوا خوتي واحد المقاطع واش داروا صحافة العار مع المدرب الجديد تاع المنتخب الجزائري، وايضا واش داروا من قبل مع جمال بن ماضي، وبعدها غادي نوريكم واش نشر رياض محرز على حسابه على انستغرام. خوتنا غير لايك البارطاج تبعوا، دوك تفهموا باللي الخطة كانت مخدومة من البداية، وكان قصدهم باش يطردوا جمال بن ماضي ويجيبوا مدرب في البصرة، هذا ما كان. تبعوا دوك تفهموا كل شيء. Bonjour monsieur Belmadi, c'est pour Botola. L'ancien président de la FAF avant de partir, il avait révélé au cours de l'Assemblée Générale votre salaire qui a fait d'ailleurs le sugar de la presse sportive. Et notamment de votre plateau. Oui, bien sûr. On débat de tout nous sur le plateau. Surtout de ce genre de choses. En toute impartialité monsieur Belmadi. Impartialité vous? Oui bien sûr. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez monsieur Belmadi. Nous on débat le sujet, vous êtes libre. On ne vous oblige pas à nous regarder, vous pouvez zapper. Vous allez vous enfoncer là. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Vous allez vous enfoncer. Il n'y a pas de problème. On fait le débat, il y a des gens qui nous regardent. Allah, vous allez en demandant à ce que tout le monde nous aime, M. Belmadi. Nous, on fait le débat et chacun est libre de regarder ou de zapper. Moi, je voudrais juste vous revenir. Est-ce que cela vous a perturbé ou pas, M. Belmadi? C'est quoi votre salaire, vous? Mon salaire? Ouais, vous voulez parler de salaire pour vous? C'est quoi ces histoires-là? Mais ce n'est pas moi qui ai révélé. C'est l'ancien président de la fédération, je vous ai dit, au cours de l'Assemblée générale. Vous êtes journaliste. Le mot qui m'a surtout qui fait qu'il y a des affaires de la France, le Khourtay, avec le coach Jamal Belmadi, يعني كانوا يديروا معاه كل شيء، لذلك جمال بن ماضي كان كل في كل مره يقصفهم، هذه هي، لانهما وصلوا روحهم، راكم تشوفوا هذا الصحفي على المباشر يسال فيه كم يتقاضى، يعني شنو هو الراتب تاعه، ومن بعد من جمال بن ماضي سال الصحفي شنو هو الراتب تاعك، الصحفي بكش ديريكتومو، لا قال له انا راني سقسي فيك، زيدوا تبعوا معليش دوك نوريكم كيفاش تصرفوا مع المدرب الجديد، تبعوا تبعوا. اسكو سيلا فوز ابيرتوربي؟ Voilà ma question. Ça vous a perturbé à vous? C'est vous qui avez fait des émissions là-dessus? Non, c'est pas moi qui l'a révélé, c'est l'ancien président de la fédération. Peu importe qui a révélé quoi que ce soit. Oui. Et ça lui appartient, allez lui poser la question à lui. C'est vous qui ça perturbe, c'est vous qui faites des émissions là-dessus. Merci pour votre réponse. Ouais. Salam alaikum, coach. Soyez pas mal poli en posant des questions avec un chewing-gum et avec un petit sourire comme ça. Sinon, je vais être mal poli moi aussi. Vous n'êtes pas bien placé pour me donner. Mettez. Laissez vos doigts où il est. Respecte, mais mange. J'ai entendu. Mangez pas un chewing-gum si vous me respectez. Oui, je vous respecte. Bah, pas avec un chewing-gum dans la bouche. Vous pensez qu'il y a des gens qui parlent de vous sur le plateau, ça n'engage que. C'est pas parler ça.
السلام عليكم. سي فومير سا سي با بارلي. المهم كما سمعتوا الرد من عند جمال بالماضي، يعني دائما كان يقصفهم بهذه الطريقه لانهم يستاهلوا هما اللي كانوا يوصلوا رواحهم، يعني هذا الصحافي ياكل في شوينغوم ما يحترمش مامبا وجاي يسال في الكوتش جمال بالماضي على الراتب تاعه، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني كانوا يحوسوا على كامل سباير غير باش يطردوه ويبينوا باللي جمال بالماضي ماشي مليح وباش يخلوا الشعب يكرهه، بصح مع ذلك الشعب راهم يحبوه وزادوا حبوه اكثر من اللي كانوا يحبوه في السابق، لانكم انتم بنتوا على الحقيقه تاعكم. المهم معليش لي لايك البارطاج زيدوا تبعوا خوتنا نشوفوا هذو الصحافه تاع الخرطيط كيفاش غادي يتعاملوا مع المدرب الجزائري الجديد، يعني اذا غادي يتعاملوا معاها بنفس الطريقه ولا لا. خوتي تبعوا معنا الندوه الصحفيه الناخب الوطني. اول شيء يتبادر للذهن غياب الميكروفونات الكثيره اللي مولفتكم في الندوه، مكثرت ولينا نشوفوا ميكروفونات فيهم ندوه، ماشي الندوه فيها ميكروفون واحد كما شفنا البارح، الهواتف ما كاش، تعاملات هذيك السبيانيه ما كانتش. هنا تفيق باللي كان شيء مدبر مع الناخب الوطني السابق جمال بالماضي، تقول لي هو اللي كلاشاهم وهو اللي بروفوكا هذاك التوتر ولا هذيك الشحنه، نقول لك بصح الضحيه كان المنتخب الوطني، وما تصفيش حساباتك على ظهر المنتخب الوطني. من العيب انك تعامل بهذاك سوء الاحتراف. المهم المهم كما شفتوا خوتي من قبل جمال بالماضي في ندوه صحفيه كانوا يحطوا له عرام تاع ميكرويات ويزيدوا تليفونات يصونوا كامل، وهو كيهضر يلوموه ويردوه هو الظالم ويكرهوا فيه الشعب كامل. والمدرب الجديد للمنتخب الجزائري راكم تشوفوا حاطين له زوج ميكرويات ولا ربعه امامه، ما كانش الضغط عليه وتليفونات ما كانش كامل، كامل الصحافه مطفين تليفوناتهم، راكم تشوفوا الفرق. هنا تفهموا باللي الخطه كانت مدبره من البدايه، يعني كانوا مخططين لها باش يطردوا جمال بالماضي، هذه هي الحقيقه، يعني هذوك الناس كانوا يخدموا كي من هكا باش يكرهوا الشعب في جمال بالماضي، وايضا باش تجيهم سهله باش يطردوه، وفي الاخير راهم نجحوا في الخطه تاعهم، لانهم داو الاتحاديه للطرف تاعهم وطردوا جمال بالماضي وجابوا مدرب كيما كانوا باغيين هما. زيدوا تبعوا معليش. كما شفتوا خوتي يعني رايح يجري عند المدرب الجديد للمنتخب الجزائري باش يخمس له في ليده ويسلم عليه ويعطيه الكادو. علاش ما دارش نفس الطريقة مع جمال بالماضي؟ لأنه ما يحبوش. علاش ما تعاملوش مع جمال بالماضي كيما راهم يتعاملوا مع المدرب الجديد للمنتخب الجزائري؟ لأنهم كانوا باغيين يطردوا جمال بالماضي، لأنهم كانوا يخططوا باش يطردوه من المنتخب الجزائري ويجيبوا مدرب على حسابهم هما. هذه هي الحكاية، يعني بانوا على حقيقة تاعهم والشعب راه فاق لهم. المهم زيدوا تبعوا خوتي، غادي نشوفوا رياض محرز واش انشر على حسابه الرسمي في الانستغرام، ورسالة هذه للكوتش جمال بالماضي وقصف لصحافة الخرطي. تبعوا معنا لي لايك البارطاج. المهم كيما راكم تشوفوا هذا هو الحساب الرسمي تاع رياض محرز اللاعب تاع المنتخب الجزائري. هنا كي غادي نضغطوا نلقوا ستوري تاع اللاعب الجزائري كيما راكم تشوفوا، هذه هي ستوري اللي كنا نشوفوا فيها من قبل، نشر الصوره تاعه مع الكوتش جمال بالماضي. المهم في الحساب تاعه رانا في الصفحه الرسميه تاع الحساب تاعه في الانستغرام، هنا هذو الصور ولا الفيديوهات اللي نشرهم المره الاخيره، وهنا غادي نلقوا صوره ولا الفيديوهات اللي نشرهم في الستوري تاع الانستغرام. غادي كي نضغطوا على هذه الصوره كيما راكم تشوفوا راه ناشر اربع صور على ما اعتقد. المهم هذه الصوره الاولى مع الكوت جمال بالماضي سنه 2019 من دينا كاس افريقيا. هنا هذا الفيديو كيما راكم تشوفوا. وهنا هذه الصورة للكوتش جمال بالماضي مع اللاعبين بعد الفوز بالنهائي أمام السنغال وفزنا بالكأس في القاهرة. خوتي نزيدو نتابعو. المهم كما شفتوا فيديو أيضا للكوتش جمال بالماضي مع رياض محرز بكأس إفريقيا، يعني رياض محرز من خلال هذه الصور والفيديوهات راه يوصل ميساج
هذوك الناس اللي كانوا باعين يطردوا جمال بلماضي كامل، اللي طردوه اصلا لان جمال بلماضي صايرهم طردوه بال المنتخب الجزائري وجابوا في بلاصته مدرب، يعني داروا واش كانوا حابين. بصح كيما شفتوا رياض محرز راه قصفهم بهذه الطريقه ووصل رساله للكوت جمال بالماضي باللي رانا معاك، يعني حنايا نحبوك، وايضا ماشي غير اللاعبين حتى الشعب الجزائري يحبوه بالتالي، يعني راكم هنا على بالنا، على بالنا باللي راكم بالقنطه، على بالنا درتوا اللي كنتوا باغيين ديروه وجبدتوا الاتحاديه ليكم وكامل. بصح مع ذلك الشعب ما ولوش يكرهوا جمال بالماضي، ما وصلتوش للحاجه اللي كنتوا باغيينها، يعني الشعب مازال راهم مع جمال بالماضي، مازال يحبوا جمال بالماضي، وايضا اللاعبين يحبوا كامل جمال بالماضي، يعني طردتوا جمال بالماضي من المنتخب الجزائري، جبتوا مدرب جديد، بصح الشعب مازال يحب جمال بالماضي، واللاعبين مازال يحبوا جمال بالماضي، وانا من هذا المنبر نقول لجمال بالماضي شكرا على كامل ما قدمته للمنتخب الجزائري، وحنا كشعب جزائري نحبوك، انت ولد بلادنا وانت المدرب تاع المنتخب تاع بلادنا، مثالي هذه هي، حنا ما راناش نقدسوا فيه ولا رانا نعبدوا فيه ولا حاشا، حنا يا رجال حنا جزائريين احرار، بصح حنا نعقلوا على الخير وما ننكروش الخير كيما يديروا واحد الناس، حنايا ما راناش من هذوك الناس اللي راهم باغيين يطيحوا بلادنا ولا راهم باغيين، راكم فاهمين، حنايا رانا هنا من اجل دفاع عن بلادنا ورانا دائما واقفين مع بلادنا، هذه هي، المهم كيما شنو معنا في هذا الفيديو، هذه هي الرساله تاع رياض محرز وبغداد بونجاح للكوت جمال بالماضي، وهذه الرساله نتبان لي قصف للصحافه الخرطي، وايضا كيما شفتوا هذوك الناس اللي طردوا جمال بالماضي كيفاش رحبوا بالمدرب الجديد للمنتخب الجزائري، يعني ما قبل جمال بالماضي شفتوا كيفاش كانوا يتعاملوا معه، بصح المدرب الجديد هذه هي القصه بارز، يعني كانوا باغيين يطردوا جمال بالماضي، المهم لي لايك بارطاج. شكرا كامل الناس اللي تابعوا معنا الفيديو حتى النهايه، ربي يحفظكم خوتي، عطونا رايكم في التعليقات، لا راني غلط ولا لا، قولوا لي في التعليقات خوتي، واش رايكم واش دار رياض محرز وبغداد بونجاح، كتبوا لي ذلك في التعليقات خوتي، طلعوا لنا الفيديو بلي لايك وبارطاج كيما قلت لكم، اللي ماش مشترك يشترك وفعل زر الجرس، القناه الاولى غادي تلقاوها في صندوق الوصف، مرحبا بكم كامل خوتي شرفونا فيها، حساباتي الشخصيه انستغرام تيك توك لاباج على فيسبوك غادي تلقاوهم في صندوق الوصف، ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده، سلام.